لما تسمع ان سوداني اتجوز كفيلته السعودية وبعد شهر بس من تعرفهم بتفتكر كفيلك واللي بيعملوا فيك وتندب حظك على كل اللي انت بتمر بيه في حياتك في حين ان في ناس كويسين ويا سلام لو كفيلة وتتجوز الوافد هيحتاج اكتر من كده ايه بس ايه قصة جواز الوافد السوداني من كفيلته السعودية؟ مين الثنائي دول اللي قلبوا السوشيال ميديا بحكايتهم؟ ازاي يتعرفوا على بعض وازاي عرفوا يتأقلموا مع الجواز؟ تفاصيل حكوها من أول تعرفهم لخطوبتهم ولحد جوازهم من على الكنبة في بيتهم، اعرف حكايتهم واستفيد منها يمكن يكون نصيبك زيه وتتجوز كفيلتك ولا بنت كفيلك ليه لا؟ الثنائي عزيز ابن ثاني فلاته وامل الكرشي قدروا انهم يسيروا الجدل الفتره اللي فاتت بعلاقتهم اللي اتطورت وانتهت بالجواز والكل كان مستغرب ازاي سعوديه وكفيله لوافد سوداني تتجوزوا وكل اللي مكان عزيز كان نفسه ومنى عينه يكون في وضعه وموقفه ده وبكده طاقه القدر تتفتح له فيا ترى ازاي عرفوا بعض وازاي يتجوزوا عزيز وامل بيقدموا بودكاست اسمه انت صح وبيظهروا يدردشوا ويتكلموا ويحكوا عن تفاصيل حياتهم واللي مروا بيه مع بعض انهم مدمجين جدا ومتوافقين بنسبه كبيره وده اللي مساعدهم على استمرار الجواز وبيعرفوا نفسهم انهم شركه في الحياه بيجمعنا الحب وناخد حوارات جريئه عن افكار اجتماعيه بوجهات نظر مختلفه آه بتدخل بعصير او تباشر قهوه تصب قهوه ولا عصير وقت الشوفه بعدين تجلس وتاخد وتتكلم معاه وزي كده. عزيز وامل عملوا تقريبا اربع حلقات عن قصتهم من بدايه العلاقه ومواصفات شريك حياه كل طرف ولحظه اتخاذهم قرار الجواز. عزيز قال انه كان ناوي واخد الموضوع جد جدا ومش بيتسلى ولا مجرد تعارف وقرر انه يتجوز ولما لقى امل عرف انها الشريكه المناسبه ليه على طول وقرر يتجوزها وكل اللي كان بيدور عليه في النص التاني لقاه في امل. عزيز قال انه يهمه المواصفات العقلية وطريقة تفكيرها وإنها تشاركه في كل حاجة وده اكتشفه في أمل لما كان بيتكلم معاها في البداية عن الموضوعات النفسية المختلفة والدينية كمان علشان يعرف هي إزاي بتفكر ولأي درجة هي متفتحة في العلاقة هو معترف إنه أسئلته كانت جريئة أما أمل قالت إن عزيز ما طولش في العلاقة وبعد شهر بس من تعارفهم عرض عليها الجواز لكن كان عرضه ده مفاجأة ليها خاصة إنها في مجتمع مش متقبل الجواز المختلط أو بمعنى أدق جواز السعودي من أجنبية أو السعودية من أجنبي زي حالتها كده فبعد ما وافقت على الجواز فضلت تسأل نفسها كتير هل هتعرف تتحدى الظروف دي ومصير أولادها في المستقبل هيكون إيه ولكن هي قالت إن أول كلمة نطقها قلبها وعقلها إنها موافقة تتجوزوا بعد كده قرروا يفتحوا أهليهم إنهم هيتجوزوا وما كانوش عارفين يجبوها لهم إزاي ولكن أمل قالت إنها بلغتهم الحقيقة بحكم إنهم بيشتغلوا مع بعض فطبيعي بيشوفوا بعض يتكلموا اما عزيز قال انه كان مفهم اهله انه مش هيتجوز جواز صالونات او تقليدي ولازم قلبه يختار البنت اللي يتجوزها ويحبها في الاول زي ما حصل مع امل كده واكد ان والدته ما استغربتش من قراره في الجواز على قد ما استغربت انه جواز مختلط عزيز شايف انه ممكن يكون خالف العادات والتقاليد شويه في تعارفهم على امل ولكن هو لاحق نفسه في الخطوات اللي بعد كده من اول الخطوبه والرؤيه الشرعيه وخلافه أمل حكت عن المواقف المؤلمة في حياتها من وقت معرفة عزيز وهي نظرات الناس ليهم لما ينزلوا مع بعض في أي مكان كانت النظرات دي بتضايقها جدا وشايفين إن ارتباطهم مش عادي ولا طبيعي فهي قالت الناس دي بيكون عندهم رواسب عنصرية والعيب فيهم هم ده غير التحذيرات اللي كانت بتسمعها من اللي حواليها وزي ما يكون بيعاقبوها لأنها ما مشيتش في نفس الاتجاه ومستغربين إزاي أهلها وافقوا اللي بيحكي عزيز وأمل مش مجرد قصة جواز وتفاصيل مروا بيها على قد ما في وسط كلامه بيحاولوا ينصحوا الشباب يعملوا ايه وازاي يدرسوا بعض كويس قبل الارتباط بيحاولوا بتجربتهم دي يوصلوا رسائل ومعاني كتير بطريقه سهله وبسيطه عن طريق قعدتهم على كنبه في البيت وقدامهم المايك والكاميرا ويتصوروا كأنهم بيحكوا سوا فعلا عزيز وامل وصلوا انهم بيحكوا اللي خلف الابواب المغلقه وتعاملهم في البيت وكلام مين اللي بيمشي ومين اللي بيقود السفينه وكل تفصيله بتحصل بين الازواج قدروا انهم يحكوها بشكل راقي ومفيد جدا بعيدا عن الخصوصيات الحقيقه ان دي مش المره الاولى الوحيده اللي امل تتمرد على عادات وتقاليد مجتمعها السعودي بالعكس طول عمرها بتعمل اللي يريحها وبس ونشرت قبل كده على حسابها على اكس تويتر سابقا انها كانت محجبه وخلعت الحجاب وح حكت عن معاناتها وهي لابساه والتعب الجسدي اللي كانت بتمر بيه خاصه مع العبايه والنقاب ولما وصلت لمرحله الجامعه وقالت اخيرا تركت غطاء الراس الحجاب وتوابعه عن قناعه تامه وراحه كبيره صحيح في الاول تحسي كانك عريانه بسبب نظرات الناس الوقحه وكلامهم المسيء لكن القانون بيدمن حقك وترفعي قضايا عليهم وتكسبي مبالغ تنبسطي فيها وتربيهم بالنظام بالنسبه ليا بالنسبه ليا الرحله استغرقت وقت وتدريج لكن وصلت للراحه النفسيه اخيرا شفنا حالات كتير من سعوديات بيتجوزوا جنسيات تانيه وبتكون ناجحه فعلا ومنها اللي بتفشل اكيد بسبب عوامل كتير تفتكروا ليه زواجهم ده سبب لهم كل الضغط والمشكلات دي ومع ذلك كملوا ولو ما كان عزيز توافق تتجوز كفيلتك السعوديه ولا بنت بلدك مفيش بعدها وهل المصريين ممكن يعملوا كده شاركونا برايكم في التعليقات